انت صارت واحد الظاهره خطيره في البلاد ديالنا اللي هي داك العربات المجروره في الازقه وفي الشوارع، وهذا طبعا خلق ازمه كذلك في القطاع ديال المقاهي والمطاعم. هاد الظاهر هادو صراحه خلاو القطاع تعيش ازمه حقيقيه. من جهه اخرى من بعد كوفيد كذلك كان انتشرت واحد الظاهره خطيره في البلاد ديالنا اللي هي داك العربات المجروره في الازقه وفي الشوارع، وهذا طبعا خلق ازمه كذلك في القطاع ديال المقاهي والمطاعم، لانه وهذا كذلك هذا المشكل هذا هو خلى القطاع كما تنقولوا تي واحد العدد ديال الوحالات انها تسد بصفه مطلقه. لكن للاسف الشديد كنا نتمنوا ان شي تدخل معني ديال الدوله انها باش تحارب على الاقل نسبيا هذاك المشكل وهذه الظاهره تحاربها شويه على الاسف. بالنسبه لنا احنا المطالب ديالنا واضحه في هذا الاطار. هذا كنا احنا دابا حاليا تنشتغلوا بعد على قانون منظم ديال القطاع ديال المقاهي والمطاعم، تنقولوا ربما هو غيحل تقريبا 90% من المشاكل اللي تعرفها القطاع ديال المقاهي والمطاعم. احنا بناء على الدراسه اللي قمنا بها طبعا رسلنا مجموعه من الوزراء المهنيه من القطاع ديال المقاهي والمطاعم، منها الوزيره ديال الاقتصاد والماليه، وكان اهم طلب ديالنا يتعلق بالوزيره ديال الاقتصاد والماليه لانه هو الالغاء داك الضعائر والزيادات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هاد الضعائر هادو صراحه خلاو القطاع تعيش ازمه حقيقيه، لانه رغم انه كانت تحيدت واحد 90% من الضعائر و 60% من الغرامات، ولكن للاسف الشديد راسلنا قلنا الوزيره ديال الاقتصاد والماليه على اساس باش يتم الالغاء ديال الضعائر والغرامات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتم الجدوله حتى داك يتم الجدوله ديال هذاك المبالغ الاصليه باش ان الناس يقدروا يخلصوا داك الديون ديالهم المترتبه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كذلك راسلنا كذلك الوزارة الداخلية لأنها باش تدخل فيما يتعلق هذا القطاع العشوائي، لأنه انتشر بشكل كبير في البلاد ديالنا، باش أنه على أساس أنه يكون الحد من هذه الظاهرة وينقص شوية هذا القطاع الغير مهيكل في البلاد ديالنا.